وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. ان شاء الله النهارده هنشرح ازاي نحل مشكله المشترك الكهربي اللي ضرب عندنا. طبعا المشترك زي ما انت عارف بيتكون من جزئين، جزء فيه الفتحات الكهرباء بالشكل اللي انت شايفه قدامك، والجزء الثاني بيتكون من سلك الكهرباء بالفيشه اللي بتوصل للجهاز. طبعا في طرف بيبقى هنا ارضي ده مش هنحتاجه زي ما انت شايف كده، وفي طرفين كهرباء. دايما المشترك بتاعك لما بيضرب من اضعف نقطه موجوده عندك، وحتى في بعض المشتركات بيعملوا فيوز على اساس ان هو يحافظ لك على الاجهزه من التلف، ويحافظ لك على الاجهزه من انها تبوظ. عشان نحل المشكله دي هنبدا ناخد شويه خطوات. الاول هنبدا نتاكد ان سلك الكهرباء ده سليم باستخدام جهاز الافوميتر اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، ونجيب على وضع الصفاره زي ما انت شايف كده، ونبدا نقيس اطراف المشترك بتاعنا، ونبدا بعد كده نقشر الاسلاك باستخدام القشره او القصافه. بعد كده هنبدا نقيس الاطراف، الطرفين اللي انا هستخدمهم في الكهرباء بالشكل ده. هبدا اثبت على طرف من الاطراف الخاصه بالمشترك، تمام، اقيس الطرف الثاني. بعد كده بس الطرفين مع بعض عشان ربما يكون في قفله بين الطرفين. مفيش اي قفله بين الطرفين، وبكده نتاكد ان السلك ده سليم 100% ما فيهوش اي مشكله، وان المشترك وقت ما ضرب في الجزء ده نتيجه وجود كهرباء زياده، مشكله في الكهرباء ادت الى تلف هذا الجزء. نبدا نفك المشترك. هذا المشترك زي ما انت شايف قدام حضرتك. طبعا المشترك ده من المشتركات الكويسه جدا اللي الامبير بتاعها بيكون عالي، وبالتالي بتقدر توصل عليها اي جهاز. وعايزين نقول ان الامبير والفولت والحاجات دي عايزين نعمل لها درس مخصص عشان الناس كلها تستفيد. بعد كده يا جماعه هنبدا نقوم بتقشير السلك المسافه المناسبه، ونبدا نقطعه باستخدام مقص جزء البلاستيك. طبعا زي ما انت شايف هو المشترك اصلا كان فيه الجزئين دول. هنستعوض عن الكلام ده لان هو طبعا احنا عاملين نحاس ان نعمل الجزء ده بالقصدير، وبعد كده نوصل الاطراف هنا. زي ما انت شايف. وقبل ما نقفل ممكن نعمل تشيك اب، اختبار سريع كده عشان نتاكد ان المشترك اتصلح. هنبدا نثبت على طرف من اطراف المشترك هنا، ونبدأ نثبت على الطرف الثاني. يبقى انا ممكن اثبت على طرف واحد بالشكل ده، وابدا اتاكد ان الاطراف كلها تمام، اتاكد برضو ان مفيش قفل هنا زي ما انت شايف مفيش اي قفلات. ابدا اتاكد من الطرف الثاني. كده نكون حلينا مشكلة الكهرباء. في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك في القناة عندنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اجدد فيديوهاتنا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.